وسلامه على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنصح نفسي أولا، ثم الإخوة الأفاضل ثانيا، بالاعتناء بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. لأنه يا جماعة، ربنا ما خلقنا، نحن ذاتنا ما خلقنا إلا من أجل التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: معنى ليعبدون يعني ليوحدون. يعني ربنا ما خلق الجن والإنس إلا عشان يوحدوا ربنا. بعدك ربنا رسل الرسل، أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام، ثم مرورا بباقي الأنبياء والرسل، إبراهيم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ما أرسل رسول إلا لدعوة التوحيد. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والبعائل لبلدنا الليلة يا جماعة، كده خليك من أي بلد بعيدة، عائل لبلدك اللي انت فيها، السودان، الغرية اللي انت فيها، المدينة إلى آخر، بتعرف حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجة الناس إلى الموية والأكل والكساء والدواء. وحاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى باقي فروع الدين، لأنه لا يقبل فرع ولا تقبل عبادة، حتى لو كانت صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، إلا من موحد. لأنه ربنا بعد ما ذكر 18 نبي في سورة الأنعام وذكر أعمالهم الصالحة، ودي أعمال أنبياء وأعمال رسل يا جماعة، ما أنا ساكت. والرسل ده الأخلص العباد لله، وأطوع العباد لله، وأكثرهم اتباعا لأمر الله كما أراد الله. ما عدا ربنا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الليلة أي قرية بتلقى فيها على الأقل قبتين ثلاثة، إلا قليل من القرى، إلا من رحم الله. بل في قرى تلقى فيها عشرات القباب في مغابر واحدة، بل في قباب باننا في بعض القرى القريبة منكم قبة شفتها بعيني، باننا 4 طوابق. أنا ما أعرف هو راقد تحت وخالف كرعينه فوق ولا الحاصل شنو، 4 طوابق ليفكي صوفي مدفون تحت. ده كله يا جماعة دافع إنه نحن نجعل همنا الأكبر الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله ربنا بيسألنا يا جماعة، نحن نشوف أهلنا بيقعوا في الشرك، وأهلنا بيعبدوا الشيوخ، واحدين بيعبدوا البرعي، واحدين بيعبدوا المكاشف، واحدين بيعبدوا صايم ديمة، واحدين بيعبدوا مين كده الصادقاب، واحدين بيعبدوا مين أبو قرون، واحدين بيعبدوا مين أود المرين، واحدين بيعبدوا مين، ونحن قاعدين نتفرج. الله بيسألنا من الكلام. ربنا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولنسألن الذين أرسل إليهم الأقوام، ولنسألن المرسلين الرسل ذاتهم الله حيسألهم: بلغتوا التوحيد؟ بلغتوا الدين ولا ما بلغتوا؟ فما بالكم نحن؟ عشان كده أول نصيحة لنا جميعا، أنا ذاته معاكم، مش نعتني بالتوحيد، يكون دعوتنا إلى التوحيد. كلامك ده كله يكون في التوحيد، لأنه الشرك موجود، بل الشرك بقى عنده قرون بتاعت باطل، هي قرون هشة،
لكن لما مات القلاء حوائط صد قوية، القرون دي في النهاية بتطعم في المجتمع الذي هو أهش من القرون دي ذات، لأنه ما في دعاة خير، أو دعاة الخير المفترض يدعو للخير انصرفوا عن الدعوة للتوحيد، انشغلوا بالحزبيات وبالأحزاب وبالجماعات وبالفرق، اجتماع اللجنة العمومية قاعدين بدل وكرافتات ونظارات وواحدين بيكتبوا في أجندات، واجتماع اللجنة المنبثقة من اللجنة الأولى العمومية واللجنة الثانية المنبثقة من الجمعية العمومية، ما في دين ذاته. إذا كان ديل الناس المفترض كانوا يكونوا أهل دعوة، ناس انشغلوا بالسياسة، ناس انشغلوا بأشياء فارغة جدا، لابد تشغل نفسك بالدعوة إلى التوحيد. صح الألباني في صحيح السيرة النبوية كتاب مجلد جميل جدا جدا، هو أصل ابن كثير، الألباني عمل له تصحيح، صح أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى سوق عكاظ، قال ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله، يدعوهم، قال ومن ورائه أبو لهب يقول لا تسمعوا لهذا، وشو أحمر واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيجتمع حوله الناس، ودي حلقة ولا ما حلقة، الناس بيجتمعوا، قال فيدعوهم إلى لا إله إلا الله، ده الأثر ذاته، أبو لهب يصدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، مش لهم في الأسواق في كل مكان، والرسل كلهم كانوا كده جماعة، ما في رسول إلا دعا قومه للتوحيد. إذا أنت داعية أو شيخ أو إمام مسجد أو 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 ما بتدعو الناس للتوحيد، بتنشغل بحاجة تانية، أنت منهجك ده ما منهج الرسل ولا منهج الأنبياء ولا هو منهج الصحابة. علي بن أبي طالب قال لي أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك إلى ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، أو تمثالا إلا طمسته. فده دين الصحابة كده، وده دين السلف الصالح، الدعوة إلى التوحيد. أي موضوع بقيت تنشغل به أكثر من الدعوة إلى التوحيد ولو كان من الدين ذاته، لكن بتتكلم فيه أكثر من التوحيد، أنت داعية ما ماشي في طريق الأنبياء ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام. دي نصيحة أقدمها لنفسي وليكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.